ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت وثيقة منسوبة إلى أعيان قبيلة تنشيطة أخشاع بزاغورة تحمل عنوان محضر اتفاق عن منع الدي جي والنقافة والجوق في الأعراس والمناسبات. ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم الاثنين، فإن الاتفاق ينص أيضا على اعتبار وقت صلاة المغرب أخير وقت لبقاء النساء والفتيات في هذه المناسبات. واتفق أعيان القبيلة على معاقبة كل مخالف بمقاطعة المناسبات التي تحضر فيها هذه المظاهر، وكذا فرض 500 درهم على كل من أخر الطعام بعد صلاة المغرب بالنسبة للنساء والفتيات. وخلص الاتفاق إلى ضرورة تبليغ بنود هذا الاتفاق إلى الجميع والشروع في تنفيذه ابتداء من فاتح السنة الميلادية 2019. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.